وضغط التحداوي وادي على حدود منطقه الجزاء وطريقه حلوه قوي وكيل. وكيل سلامه شوطه حلوه 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 ناويها وكيل سلامه. ادي رقم 21 وكيل سلامه يجيب هدف. ضغط عليه على طول برافو قوي محمد مرق وطارق السيد. وطارق السيد يلعب واحده بينيه حلوه وتعدي الكره محمد ابراهيم وعبد الحليم. وعبد الحليم عالي كده حلوه حلوه حلوه. ادي خطا دفاعي من كارابيوجو ومحمد ابراهيم وعبد الحليم علي بالحاسه التهديفيه العاليه. محمد صبري محمد صبري والله حاطط كره حلوه حلوه حلوه. شوف حضراتكم محمد صبري وتاني اهدافه تاني اهداف محمد صبري كان مكمل هنا محمد صبري وتوقع الكره الحقيقه بمهاره عاليه. محمد صبري اللي استعيد الكثير من مستواه. وادي اعلام الزمالك زي ما شفنا اعلام الاتحاد وهدف التعادل في الدقيقه 21. اتلعبت حلوه قوي من طارق السيد وتحرك حلو قوي عبد الحليم علي ضم هو وحسام. وادي الكره تعدي بقى هنا من محمد ابراهيم وايضا من حيدر ابو بكر. شوف حضراتكم وايضا هاني. وادي محمد صبري بقى وجابها على شماله وشماله الحقيقه لا تصد ولا ترد بمهاره عاليه قوي من محمد صبري. يتعادل الزمالك في الدقيقه 21. محمد صبري يتعادل لنادي الزمالك. حلوه 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 وترقيصه لحيدر وعلى طول برجله الشمال في الزاويه البعيده وائل الاباني. وطارق السيد على طول ينطلق طارق في الجبهه اليسرى مساحات بقى واسعه في وسط من الملعب. شوف حضراتكم ابو العيله استلم وقنبله ابو العيله جوه محمد ابو العيله قنبله يجيب هدف جميل جميل. محمد ابو العيله موهبه برضه موهبه القدم اليسرى النهارده هي اللي بترجح كف نادي الزمالك. ويتقدم محمد ابو العيله في الدقيقه 28 لنادي الزمالك. محمد ابو العيله الحقيقه الهدف ده ترجمه لسيطره نادي الزمالك. وادي محمد ابو العيله بيجيب اول اهدافه هذا الموسم نادي الزمالك. 20 سنه محمد ابو العيله وموهبه. وشوف حضراتكم طارق السيد المساحات الواسعه بقى هنا مساحات طارق الاتحاد والتاثر بالطرد. وابو العيله خفيفه لا تصد ولا ترد ارتفاع قاتل على شمال يوسف طارق. حلوه 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 التصوير البعيد سلاح قوي ونادي الزمالك النهارده قاعد غدا ان شاء الله غزل المحله ولقاء مع الكروم. وادينا ايضا والمعادن وادي عبد الحليم علي وليد عبد اللطيف يرفع رصيده الى 10 اهداف في الدوري العام المصري. وليد عبد اللطيف يجيب الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه